واقعة رحيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري التي كانت في العام 2005 لا تزال لغزاً إلى يومنا هذا، فرغم مرور السنوات إلا أنها تعود للواجهة بين الحين والآخر. تلك الواقعة اتهم بارتكابها عدد من الجهات، لكن النظام السوري كان المتهم الأول في تلك الأزمة التي عانى لبنان من آثارها لسنوات. فترى كيف كان رد فعل رئيس النظام السوري بشار الأسد عندما تلقى نبأ رحيل رفيق الحريري؟ في كتاب حمل عنوان سنوات الجامعة العربية، خط وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أسرار 10 سنوات من عمله مع العرب، وكان للأسد نصيب من سطور ذلك الكتاب، حيث روى موسى أول رد فعل لبشار الأسد عندما علم برحيل الحريري في 14 فبراير شباط عام 2005، حيث كان عمرو موسى يتجهز للسفر إلى عدن لحضور أول انعقاد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية خارج مقرها. وأثناء ذلك فوجئ عمرو موسى بإعلان رحيل رفيق الحريري في واقعة ضخمة هزت لبنان. تلك الفاجعة العربية جعلت موسى يغير وجهته على الفور إلى لبنان، وعند وصوله وجد أن بعض المسؤولين يشيرون إلى أن سوريا هي المسؤولة الأولى عن حادث رحيل الحريري. لذا توجه الأمين العام للجامعة حينها من لبنان إلى سوريا ليلتقي الرئيس بشار الأسد ويبلغ بما يدور في أذهان اللبنانيين من اتهامات. فقال موسى للأسد أن واقعة رحيل الحريري لن تمر بسهولة على اللبنانيين، وأن موضوع الوجود السوري في لبنان أصبح مطروحاً بقوة، وهناك مطالب بضرورة انسحاب القوات السورية. وأشار موسى في حديثه مع الأسد إلى أن ذلك الكلام جاء مع اتهامات واضحة لسوريا بمسؤوليتها عن واقعة رحيل الحريري، لذا وجب انسحاب القوات السورية في ذلك الوقت المناسب للتهدئة وإدخال عناصر إيجابية في ظل ذلك الجو المشحون بالسلبيات على حد قول موسى. رد الرئيس السوري كان غير متوقعاً، حيث أبدى ترحيبه بسحب القوات السورية من لبنان لمحاولة تهدئة الأزمة الجارية في لبنان. فبشار رد على موسى قائلاً: أنا أول رئيس سوري يسحب قوات من لبنان، فقد كان هناك أكثر من 60,000 عسكري سوري عند وصولي إلى الحكم، خفضت العدد إلى 35,000 عسكري إلى الآن، ومستعد أن أنسحب وسأسحب قوة إضافية، ولا مانع لدي أن أسحب جميع القوات. وسمح الأسد لوزير الخارجية المصري بأن يعلن ذلك لوسائل الإعلام بأن سوريا ستسحب القوات تدريجياً ليتم ذلك وتنسحب القوات السورية نهائياً من لبنان.